السادسة صباحا في القاهرة، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة الإخبارية. نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أن السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون قدمت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساودة مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات على نطاق مصغر بشأن مسودة الاقتراح التي وصلت إلى بيروت والوضع في لبنان عموما. أعلن محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية استشهاد 12 شخصا بغارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في بلدة دورس جنوبي مدينة بعلبك، وكان بداخله 20 فردا. جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 13 شخصا بينهم 5 نساء بهجمات إسرائيلية أخرى على مناطق متفرقة من المدينة. استشهد فلسطينيان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفي وسط القطاع استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة بقصف طيران الاحتلال المروحي شقة سكنية قرب كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح، بينما سقط شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بجوار برج فيصل بمنطقة الزويدة. وفي شمال قطاع غزة أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد طفل جراء قصف الاحتلال المتواصل على المباني السكنية في مخيم جباليا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اجتمع سرا مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة إن الاجتماع بين إيلون ماسك والسفير الإيراني يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران مستعدة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإزالة الغموض بشأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. جاء ذلك خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في طهران. وشدد بازشكيان على أن إيران صرحت باستمرار أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وأنها أظهرت حسن نيتها في مناسبات عديدة حسب تعبيره. من جانبه أكد جروسي أنه يعتقد أو يعقد أن ولاية بازشكيان ستبدأ حقبة جديدة من العلاقات الإيجابية بين إيران والوكالة. مشاهدينا نهاية موجزنا، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.